انا ما عندي ثقه فيكي، ما بوثق فيكي بالمره، ثقتي فيكي صفر، فاحسن لك تبعدي عن طارق يا شاطره، احما بعدك انا بطريقتي. اها شو ممكن تكون طريقتك؟ اكيد جانا ما تشرحيني، انت بتعرفي كثير منيح انه طارق رفيقي والانتيم تبعي، هو اكثر شخص بوثق فيه بحياتي، فما رح خليكي لا تنصبي عليه ولا تلعبي بمشاعره. انت ليه مصره انه انا بدي انصب عليه؟ ليه؟ ديانا لانك نصابه. بعدين ليه عم تطلعي فيي هيك؟ اول مره بتسمعي انك نصابه، ايه؟ بعدين انت ما فيك تحبي حدا، وطارق شخص كثير حساس وما رح خليكي تلعبي فيه ولا حتى تاذيه. بعدين افترضي شي مره كنت انت وطارق وحدا من يلي نصبتي عليهم شافك، خبريني شو رح تعملي؟ جاوبيني، ما عندك شي تقولي؟ ما هيك نزليني، نزليني هلا اذا بتريدي عن جد، نزليني. انا يعطيك العافية مدام. أهلا. حضرتك أمها للدموازيل ليليا؟ ليليا؟ لا، هيدا غلطان، بيت مين بدك؟ سوري، مش هذا بيت ليليا خليل؟ ما عندنا حدا بهالاسم. كيف ما عندك حدا بهالاسم؟ أنا شفتها طلعت على هذا البيت ولو رحت لي على البلكون. أساسا أنا ما عندي بنات، أنا عندي شابين وحد بالجامعة. ما بيصير، مش شقتك هيدي اللي بتطلع على الباركينج؟ بلا. مش هذا الطابق التالي؟ بلا. صدقيني أنا شفتها بعيني. طلعت ولو لحقت لي على البلكون. امتى شفتها؟ قبل امبارح الظهر. ليكون قصدك المخرجة ومساعدتها، اجوا فاتوا لعندي امبارح عم بيشوفوا اللوكيشن. شو؟ مخرجي؟ انت من الانتاج، قالوا لي رح يبعثوا حدا من الانتاج، تفضل تفضل. لحظة مدام لحظة، فيكي توصفي لي شكل المخرجة ومساعدتها؟ المخرجة طويلة وشعرها غامق، ومساعدتها شقرة وكمان طويلة وكثير حلوين اثنيناتهم. قلتي لي مخرجة لك. شو عجبكم البلكون رح تصوروا عندي؟ اكيد رح نصور، نحن اللي بدنا نصور، بس خلينا نلاقي المخرج ومساعدتها. شكرا لك مدام.